اهلا بيكم طلاب الصف السادس الابتدائي. ميعادنا النهارده هنشرح ازاي نعمل بحث عشان اجيب الدرجات النهائيه ان شاء الله وعد السنه دي. هخش على edmodo.org زي ما احنا شايفين قدامنا edmodo.org، وهتطلع على الصفحه دي. ادوس على كلمه ابدا اهو هنا. بعد كده نلاحظ هنا معلومه صغيره: لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور يرجى عدم إنشاء حسابك، انتظر حتى يقوم مسؤول مدرستك بمشاركة بياناتك تسجيل الدخول الخاص المنصة الخاصة بك، أو بمنتهى البساطة المدرس المسؤول عن المدرسة بتاعتك هيبعت لك أو هيقول لك تعالى خد مني الكود والرقم السري بتاعك. تمام. طب هناخد الكود والرقم السري إزاي؟ هنطلع ان شاء الله يوم 2/4، يوم 2/4 اللي جاي هنقول لكم ازاي تحصلوا على الكود ورقم السري. وبعد كده ما تحصلوا عليها هتخشوا على ادمودو دي، وهتكتبوا هنا زي ما احنا شايفين قدامنا هنا اليوزر نيم اللي هيديه لكم، هنا اليوزر نيم اللي هيديه لكم، وهنا الرقم السري برضه اللي هيديه لكم، وتدوسوا ايه لوجن. هتخش على الصفحه، هتلاقي صفحه بتاعتك تخش عليها، وبعد كده هيتواصل معاك كل مدرس على حدة، يعني مدرس اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات، الكلام ده كله. كل مدرس هيبعت لك على صفحتك اللي أنت هتعملها هنا زي صفحة الفيسبوك كده بالظبط، هيبعت لك يقول لك اعمل لي بحث في الحاجة الفلانية. فرضنا مثلا إن هو قال لك اعمل لي بحث، مثلا مدرس العلوم مثلا قال لك اعمل لي بحث عن الطاقة، مثلا الطاقة اعمل لي بحث عن الطاقة، هتيجي تكتب في جوجل هنا الطاقة وتبحث عنها. بمنتهى البساطة تروح تخش على أي محتوى هنا، فهنا أهو تقدر تعمل، دخلت على الموقع ده مثلا كده، أي موقع تخش عليه أنت كتبت على جوجل الحاجة اللي أنت عايز تبحث عنها هيجيب لك ملايين المصادر كلها دي حاجات عن الطاقة. تروح عامل نسخ كده أهو، تنسخ تدوس كوبي، وتروح حاططها في فايل وورد عندك. تمام. وبعد كده تطبعها على الكمبيوتر، تطبعها على برينتر، وتروح تسلمها للمدرسة طبعا. بس الكلام ده طبعا كله يوم 2/4 ان شاء الله هنعلن عنه، وهنقول لك ازاي ايه الباسورد بتاعك، ايه الرقم السري بتاعك، وايه الكود بتاعك عشان تخش بيه من هنا. تمام. انتظروا يوم 2/4 عشان تستلموا الكود من المدرسة ان شاء الله. مع السلامة.